السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم جميعا. فيديو اليوم غادي نعملو الصفة، المواد اللي معنا الزيت، المائدة والسميد الرقيق. والعبارة عبرت بها الطاسة، هادي عملت طاسة واحدة وعملت 3 معالق ديال الزيت المائدة وخلطتهم مع بعضهم كيف كتشوفوا معايا. أضيف لها شوية الماء، بعدها كنخلط مزيان مع بعضهم الزيت والسميد الرقيق والماء وخليه شوية يرتاح. وغادي نعملو هاد الكسكس يتبخر. الطبق ديالنا اصبح جاهز وغادي نزوقكم قدامكم كما كتشوفوا. غادي نعمل الصف بالقرفة، والصف السكر كلاصي، واللوز مطحون. غادي نعملو بلاي في الوسط. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، يكون عند حسن رضاكم، والى اللقاء في فيديو قادم ومرفوق مع هذا الطاسة الرايد بارد منعش.